ختمنا اللقاء الرابع، وزي ما بقول احنا بنتكلم للمبتدئين، للمهتمين، للي الموضوع بالنسبه له في نوع من انواع التشويق. يعني مش بقول ان انا بشرح زي ما قلت، مش بشرح هيروغليف في بيرفكتلي متخصصين، واحنا بناخد واحده واحده كده، نحب في لغه بلدنا مش اكتر. المرحله اللي فاتت ختمناها بان احنا عملنا الجدول اللطيف اللي فيه الضماير الثلاثه، المتصل والمنفصل والمتعلق. النهارده عاوزين نشوف الاستخدامات بتاعتهم. شوفوا بقى، نبدا شغلنا مع بعض النهارده في الفيديو الصغير ده كده مع بعض بالجمله الفعليه. الجمله الفعليه، الجمله الفعليه اتفقنا ان هي يقول ايمن. ايمن هنا فاعل. طب شلت اسم ايمن احط مكانه هو. هو هنا فاعل ضمير. انهي فاعل ضمير من الثلاثه؟ الضمير المتصل هو الضمير الذي يستخدم كفاعل. يعني انا عندي كلمه يقول اهي جبت، بدل ما اقول ايمن لا بشيل الاف وبحط اف اللي هي معناه في الجدول اللي احنا عملناه في الفيديو الرابع معناه هو. يبقى جد اف بدل من يقول ايمن، ده في الجمله الفعل. طيب يقول هو الحقيقه. الحقيقه هنا اللي هي بالهيروغليف كلمه اسمها معت، معت العداله او الحق. طيب الحقيقه هنا اسم مفعول به. طب لو عايز اجيب ضمير مفعول به، قال لي في الحاله دي هرجع لنفس الجمله اللي هي بتقول ايه؟ يقولها هو، يقولها يقول لها. الها دي هي ضمير المفعول، تمام؟ طيب الها دي انهي نوع من الضماير؟ الضمير المتعلق. بس اعلم حضراتكم حاجه سريعه كده وصغيره، في اللغه العربيه عندنا قاعده لطيفه جدا بتقول اذا كان الفاعل اسم والمفعول ضمير، المفعول يسبق الفاعل. يعني اما اقول ارسلني سيدي، دي جمله لطيفه قوي، اني دي انا اللي مرسل، انا مفعول به لكن انا ضمير، والسيدي هنا هي الفاعل. نقولها بالهيروغليفي هاب، هاب يعني يرسل، هاب وي، وي اللي هي أنا، الكلمة دي نب، أرسلني السيد. كلمة نب دي خليكم فاكرينها وحط في القاموس اللي اتفقنا عليه، نب بتعني معنى السيد وبتعني معنى أول كل. يبقى الضمير المتعلق هو اللي يجي مفعول به، يبقى السفكس او المتصل يجي ده فاعل والمتعلق يجي مفعول به. طيب خلوني خلاص كده الجمله الفعليه الفاعل والمفعول. نيجي بقى الجمله الاسميه. الجمله الاسميه عندي بتتكون من مبتدا وخبر، مبتدا وخبر. المبتدا اسم او ضمير، الخبر ممكن يكون اسم، ممكن يكون جر ومجرور، وممكن يكون صفة. دول الثلاث أشكال الأساسية عندي للجملة. المبتدأ لما أقول أيمن مثلا أهو، عايز أشيل ده أحط ضمير. قال لي بقى هنا مش سهل يا حبيبي، مش كده، مش تشيل وتحط على طول. لو حطيت الأداة دي، في أداة الريشة والسمان ده اللي هي اسمها بالهيروغليفي ايو. ايو دي بنسميها فعل مساعد بالعربي، زي او اداه توكيد. ان بيسموها الاجانب اوكسيلاري فيرب، بعض الناس بيسموها كوبيولا، اداه استهلاليه. قال لك لو جت ايو دي وعايز تجيب مبتدا ضمير، تجيب ضمير متصل. يعني اقول ايو اي انا ام. الفيديو الجاي ان شاء الله هتلاقوا فيه حاجات لطيفه جدا عن حروف الجر دي. ايو يعني ان، اي انني، ام في
بر البيت، انا في البيت، انا مبتدا بس نوع ايه؟ ضمير متصل. في البيت جر ومجرور، في محل اعراب خبر، يبقى ادي الخبر اللي هو الجر والمجرور. طيب قال لك لو مش عايز احط اي وزعلان منها، في ادوات تانيه حطها لي المصري القديم، سموها الاجانب ادوات محشوره، احنا نسميها اداه استهلاليه، اداه بيسموها انكليتيك بارتيكل، يعني اداه تقديميه، كانها بتتقدم كلام، بيترجموها لو بي هول، يعني بعض الترجمات حتى اللي مش متناسقه مع لغتنا العربيه، لكن هي ادوات استهلاليه المصري بيمهد بيها عشان يجيب بعدها الجمله الاسميه مبتدا بس يكون الضمير متعلق. اشهرهم على الاطلاق الاداه دي، الميم دي والعلامة اللطيفة دي والكي، بينطقوها الأجانب مك، مك زائد ضمير متعلق، يعني أقول مك سو، سو يعني هو، إم حوت، حوت نتر، هنكتبها كده دلوقتي، يعني مش يعني فيها غلطة صغيرة في كلمة حوت نتر، يعني حوت نفر المربع ده كده، حوت نتر يعني المعبد، هو في المعبد، هو مبتدأ وفي المعبد جر ومجرور خبر. كلام جميل. الجزء الثالث والأخير في فيديو النهاردة الصغير اللي قلت لحضراتكم عليه هيكون عن الضمير المنفصل. هل الضمير المنفصل ما ينفعش يجي فاعل ولا حاجة؟ قال لك لا، هو يجي مبتدأ، بس هو مبتدأ، شوفوا بقى كده، بدون أي شيء يسبق، يعني السفكس يجي قبل ايو، الديبندنت او المتعلق يجي قبلها، ده أداة محشورة فيها كذا أداة هناخدهم مع الوقت، لكن ده ما فيش، يعني لما أقول إيدك، إنك يعني أنا، سي، إنك سي أو إس، آسف، سي هننتظر، أنا رجل، أنا مبتدأ مفيش حاجة ابتدائية، وسي خبر اسم مفيش فيها أي مشكلة. هل في استخدامات تانية؟ طبعًا. السفكس بروناون هو الأكثر استخدامًا في الجملة، يعني هلاقي السفكس بروناون يجي لي بعد حروف الجر. يعني لو عايز أقول اتكلمت مع محمد، أو اتكلمت معاه مع محمد جر ومجرور، طب لو شلت محمد وأحط ضمير، قال لك يبقى الضمير المتصل. تمام؟ ده النهارده باختصار مجموعه من الاستخدامات الاساسيه للضمائر. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم بقى على شكل الخبر وب